السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد من خلال فيديو اليوم. سنتطرق للفرد الأول في الدورة الأولى مادة التربية الإسلامية للمستوى الأول. إذا نبدأ على بركة الله، مكون التزكية القرآن الكريم الصدر وسورة الفاتحة. إذا في التمرين الأول المطلوب من المتعلم أو المتعلمة استظهار سورة الفاتحة، بمعنى حفظها حفظ جيد واستظهارها. التمرين الثاني أصل بسهم، أبدأ عملي فأقول بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين. إذا أبدأ عملي وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله فأقول الحمد لله رب العالمين. إذا أبدأ عملي فأقول بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله فأقول الحمد لله رب العالمين. التزكية، مكون التزكية العقيدة، أختار الجواب الصحيح بوضع علامة في ربي خلقني وحدي، لا ربي خلقني وخلق العالمين. إذا هذه العبارة غير صحيحة، ربي خلقني وخلق العالمين، نعم صحيح ربي خلقني وخلق العالمين. الله ربي يحبني ويعطيني النعم الكثيرة، نعم صحيح. الله عز وجل خلق كل شيء، نعم صحيح. مكون الاقتداء، ألونوا بطاقة الجواب الصحيح، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الكذب، لا خطأ. علمنا السرقة، خطأ. علمنا الإحسان، نعم محمد صلى الله عليه وسلم علمنا الإحسان، علمنا الصيام، وعلمنا الصلاة. إذا محمد صلى الله عليه وسلم علمنا الإحسان، الصيام، والصلاة. التمرين الخامس، أضع علامة في الخانة المناسبة. إذا نبي اسمه عمر، لا نبي اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، إذا لا. أحب نبي صلى الله عليه وسلم وأحترمه، نعم. أقتدي بنبي صلى الله عليه وسلم في صلاتي، نعم. أن نبي محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الصلاة، أصلي على نبي صلى الله عليه وسلم، نعم أقول صلى الله عليه وسلم، نعم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم، أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامة.